شهيد المحراب. السلام عليكم ورحمة الله يا أبنائي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنتحدث اليوم عن جوانب من شخصية الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسأستمع منكم إلى أهم جوانب حياته. تفضل يا عبد الله. إنه الفاروق عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي، ثاني الخلفاء الراشدين، وأول من دعي بلقب أمير المؤمنين، ومن أكثر الصحابة علما وزهدا. أحسنت يا عبد الله، وما سبب تسمية عمر بالفاروق يا علي؟ لقبه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل منذ أن أعلن إسلامه في مكة. وما الصفات التي تميز بها عمر بن الخطاب يا فيصل؟ كان عمر بن الخطاب عادلا في حكمه، صادقا مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، متواضعا وزاهدا في حياته، شديد الخشية من الله سبحانه وتعالى. أشكرك يا فيصل. حدثنا عن الفتوحات التي قادها الخليفة عمر إبان عهده يا عبد الله. رفع الفاروق لواء الجهاد، فاتسعت الدولة الإسلامية في عهده، وكثرت الفتوحات في بلاد الشام والعراق ومصر وغيرها، وتسلم مفاتيح بيت المقدس بعد فتحها من أيدي الصليبيين. وما أهم إنجازات الخليفة عمر الإدارية في الدولة الإسلامية يا علي؟ أنشأ الدواوين، ونظم أمور الإدارة والقضاء والجند، وكان أول من أشار إلى جمع القرآن الكريم في مصحف واحد. ولماذا يقال عن عمر بن الخطاب إنه شهيد المحراب يا فيصل؟ لأنه استشهد في المحراب، حيث ترصد له أبو لؤلؤة المجوسي وهو في الصلاة، وانتظره حتى سجد، ثم طعنه بخنجر كان معه. إن شخص الفاروق يمثل لنا قدوة ومثلا أعلى، أليس كذلك يا فيصل؟ بلى يا أستاذ، فحياة الفاروق عمر رضي الله عنه قدوة للدعاة والقادة والناس كافة، لعلهم يقتدون به في أعمالهم، فيكرمهم الله بالفوز في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم يا أبنائي، لقد أجدتم في بحثكم، ورحم الله الخليفة عمر القوي الأمين.